انعكست هذه انعكس هذا التطور نتيجة الاستخدام السلبي من قبل الأطفال له على صحة الأطفال، فقد سرقت هذه التكنولوجيا من الأطفال ضحكتهم وبراءتهم، حيث بات الطفل ينشغل عن حياته وعن أهله وعن أصدقائه وعن واجباته الدراسية باللعب والانعزال وحيدا بعيدا عن جميع هؤلاء الذين ذكرناهم، فقط لكي ينشغل بالتكنولوجيا والجوال والألعاب والكمبيوتر وبما يحوي هذا الجوال من مخاطر قد تودي بحياة هذا الطفل، سواء على الصعيد الجسدي أو الصعيد النفسي أو الصعيد الحياتي من ناحية الأخلاقية. نحن بدورنا في المدرسة نقوم بحملات توعية وبنشر الوعي الثقافي لدى الأطفال لمخاطر التكنولوجيا والانتباه من مدى خطورة هذا الأمر على الصحة النفسية والمجتمعية، لكن هذا الأمر لن يأخذ محمل الجد ولن يأخذ حيز التطبيق إلا إذا كان مدعوم من قبل الأهل ومن قبل اهتمام الأهل بأطفالهم.